السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى مشاركاتكم وأصواتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يا قوم إني لكم مصلح أمين، وأن اعبدوا الله واتقوه لعلكم تفلحون، وإني أدعوكم. هاي خطبة مو دعاء. نعم لحشدنا المقدس والبيشمركة، طبعا بيشمركة جزء من الجيش القوات الأمنية. هذا علاء الركاب اللي جت تكتب، وحصل اعتداء وشد مما ادى الى اصابتي بغيبوبه، فما عندي وسيله في رفع الجلسه الا في عمل حركه، وهو ان يكون هناك نوع من الاضطراب في المجلس، ولا يستطيع رئيس البرلمان أن يسيطر على هذا الاضطراب فيرفع الجلسة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هذه اللقطات كانت في مرحلة اختيار رئيس البرلمان، العملية التي تم التصويت فيها من أجل اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان. هاي التمثيليات و الأكفان والتكتوك والإغماء اللي أصاب محمود المشهداني وغيرها من هذه الأمور والفعاليات التي حصلت، تقريبا حصل مثلها اليوم في جلسة اختيار أو التصويت لمرشح رئيس الجمهورية أو مرشحين من أجل تولي منصب رئاسة الجمهورية في البرلمان. فشلت الجلسة التي عقدت اليوم من أجل التصويت على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية في البرلمان، وأجلت الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم من أجل أن يتم التصويت أو محاولة التصويت مرة أخرى، لعل وعسى تتم في يوم الأربعاء، هكذا تتمنى بعض الجهات السياسية الموجودة في العراق. المحكمة الاتحادية اشترطت أن يكون هناك ثلثي البرلمانيين متواجدون في قاعة البرلمان، ويبلغ عددهم 220 نائب برلماني يجب أن يكونوا حاضرين في الجلسة من أجل أن تباشر رئاسة البرلمان بالتصويت وطرح الأسماء من أجل التصويت عليها لاختيار رئيس الجمهورية. طبعا التوافقات والصفقات التي تمت واستمالة الأطراف المسيطرة على العملية السياسية لبعض النواب، وهكذا تمت العملية، أفشلت هذه المساعي التي حاول مقتدى الصدر مع من تحالفوا معه من ما يحسبون من يحسبون على السنة ومن يحسبون كذلك على الأكراد، حاولوا التحالف معه من أجل أو تحالفوا معه وحاولوا أن يتمموا النصاب الموجود في البرلمان، لكن فشلت المحاولة وتحولت إلى يوم الأربعاء الجلسة من أجل أن ينظر في هذا الموضوع مرة ثانية. طبعا جماعة ما يعرف بالإطار التنسيقي فرحوا، وأدواتهم الإعلامية وذبابهم الإلكتروني في مواقع التواصل منتشر بوسوم بهاشتاغات تضرب مقتدى الصدر وجماعته، يشمتون بالطرف الآخر، محاولة تهويل من أو تهوين عفوا من الطرف الآخر، التحالفات والنوابهم، ويضحكون عليهم أنه دخلوا إلى البرلمان بالأكفان أيضا مرة ثانية،
وشعاراتهم وكذا. المختصر مشاهدينا الكرام أن عملية اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة فشلت مرة أخرى. السؤال إلى متى يبقى العراق في هذه الدوامة من الصراعات الطائفية المحاصصية التوافقية؟ يحاول مقتدى الصدر إيهام البعض بأن هذه الحكومات يمكن أو هذه الأحزاب يمكن أن ينتج عنها حكومة وطنية، لكن السؤال كيف لحكومة وطنية أن تنتج وهناك مقاطعة عراقية بالمعظم لهذه الأحزاب ولهذه العملية السياسية برمتها؟ كيف يمكن أن تبنى أو تشكل حكومة وطنية ومن يحكمون أيديهم ملطخة بدماء العراقيين أولا وبالفساد وبسرقة أموال العراقيين وبتدمير البلد وبنهبه وتركه قطعة تتصارع عليها الدول المحيطة؟ كيف يمكن أن تؤسس أو تنشأ حكومة وطنية ذات سيادة واستقرار وهناك ميليشيات وسلاح منفلت وسلطة وقضاء فاسد يغير الحق باطل والباطل حق، والسلاح يفرض الكلمة على من يشاء دون حسيب أو رقيب ودون عقاب أو حساب؟ كيف يمكن أن تنشأ حكومات مستقلة القرار، وطنية نزيهة في ظل هذه الصراعات وهذه المحاصصة التي هي التي بني عليها النظام الحاكم في العراق منذ الاحتلال ولا يزال؟ نبدأ باستقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام ورأيكم للمشاركة بهذا البرنامج بشأن قضية رأيكم ومتابعتكم أيضا لما جرى اليوم داخل البرلمان. هل تعتقدون أن هناك حكومة ستشكل بعيدا عن نظام التوافق المعمول به منذ أول حكومة أنشئت في عام 2005 ولغاية اليوم؟ هل هذه الأحزاب التي تأسست على مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية والمناطقية والتوافق الذي يجب أن يتم من أجل تشكيل الحكومة، هل تستطيع أن تخرج أو تنزع هذا الثوب وتلبس ثوب يقال بأنه ثوب الوطنية، لكن كيف بوطنية قاطعها الشعب العراقي ويرفضها ويرفض من يدعونها؟ معنا السيد كيان من بغداد، تفضل يا كيان. أستاذ محمد السلام عليكم حبيب قلبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا أريدك تعطيني وقت أبو سيدك. الله لا العفو استغفر الله، أنت همزين اتصلت ببداية البرنامج دائما تخابر بالنهاية، لك الوقت تفضل. شكرا. أول نقطة أريد أردا على هذا الإيراني محمود طلعت تقريره. أحب أقول له أنت يا إيراني يا محمود، أنت وإيران ودولة الفقيه والفقيه وأبو الفقيه وجد الفقيه ضيع بتراب ركلين العراق. هاي وحدة. وأحب أرد للسياسيين ذو الفاشلين اللي وصلوا مرحلة العبدة الأصنام، أريد أقول لهم أنتم فاشلين، أنتم ناس هواء في شبك، أنتم ما موجودين، أنتم على قولت اللي يقول بح هو. أحب أرد على مقتدى، أنت يا مقتدى هسه السيد عيب علي، أنا أقول لك سيد، لا بالنسبة لي عيب علي أقول لك سيد. أنت يا مقتدى ملبس جماعتك تفن ومدخنهم من مجلس النواب، ما استحيت على نفسك، ما استحيت على أخلاقك، ما استحيت على تربيتك وتقول أنا ابن فلان وفلان. منو أنت؟ منو أنت تلعب مقدرات العرب؟ منو أنت ترد عرس؟ منو أنت؟ شنو بحوثك؟ شنو تاريخك؟ شنو استنتاجاتك؟ بعيد أنت تاريخ أبوك وجدك، عوف أبوك وجدك على صفحة. أنت بالنسبة لك أنت كشخص مقتدى، منو أنت يعني؟ منو أنت؟ ما تقول منو أنت تلعب مقدرات العراق؟ تلعب برواح 40 مليون عراقي؟ أنت خلت ناس تابعين إلك لابسين شفن أبيض، ما استحيت على نفسك، ما استحيت على تربيتك، ما استحيت على أخلاقك، ما استحيت على ناموسك. أمك ما تقلت قلت عيب يا أخي، أمك شنو تخذوا لابسين شفن؟ أنت استويت في العراق، العراق انذبح، العراق دمر، العراق ما بي تعليم، ما بي صحة، العراق بي مهجرين، هاي الناس الفقرة ذولي. أنت مو مسلم يا سيد مقتدى، مو نفس عمامة سودة وجدك رسول الله، هذول مهجرين إسلام، وحتى الكفار الإسلام يدعين الروح نجيبهم
ونحكي وياهم ونخدمهم بعيوننا، مو النبي محمد كان. طيب بالمقابل سيد كيان، بالمقابل بالطرف الثاني اكو الاطار التنسيقي واللي تحالفوا وياه ضمن ما يعرف بالثلث، هم يسمون نفسهم الثلث الضامن والبعض يسميهم الثلث المعطل، بغض النظر التسمية، لكن هم اليوم يقولون بأنه الثلث الضامن هو ضمان لاستقرار العملية السياسية، يعني أنه احنا اللي سويناه هو من أجل العملية السياسية ومن أجل استقرارها واستقرار البلد، لأنهم قبل الجلسة اليوم اللي تمت هددوا بالميليشيات وبالسلاح وأنه العراق يجري للهاوية ويحترق وغيرها. طيب ذولا اللي يقولون إحنا ضمان استقرار العملية السياسية، متى استقرت العملية السياسية والتي كانت في زمنهم وتحت سيطرتهم مثل نور المالكي والعامري وغيره؟ ذولا كانوا سيطروا على العراق، وطبعا هم لا يزالون يسيطرون على جزء من العراق حكومتين للمالكي ويا العامري ويا عمار الحكيم وحيدر العبادي بعد اجى، وما استقر العراق ولا استقرت به عملية سياسية ولا استقر به اي شيء. ذولا يقولون احنا الضامن، ضامن لشنو؟ استاذ محمد انا عندي تسمية ما اقدر اطرحها، قناتكم محترمة واحنا انسان متصلين، ناس متصلين محترمين، بس انا راح اجاوبك. تفضل. هذا مو الثلث الضامن، الثلث الخائن. الثلث الخائن هذا الثلث الخائن، هاي وحده. هذا العامري لا شيء، جريمه اذكر اسمه على لساني، لساني يتنكت من اسمه اتغرغر، مو بس اتغرغر، اوظف لساني ادخل لساني وضوء على مود اطهر من اسمه. طيب. هو والمالكي ومقتدئ وغيره هذول ناس تافهين، هم ستة سبعة قاعد يحكمون العراق تافهين. العراق حضارة 11,000 سنة بالمعروف، بس هو بالما معروف أكثر من ملايين السنين. العراق رجعوا العراق إلى مليارات السنين، الله يخليك يا أستاذ محمد. هذول هجرونه، فتلونه، تلبونه، نطبونه، دمرونه، موتونه، ما خلوا عندنا أي شيء صح، طلبوا الحياة إلى آخرها. إحنا أبسط الأمور، أبسط الأمور، أبسط الأمور، أي دولة تفتيت أسري دخل للأسر، حتى التفتيت الأسري وتبعياته مشكلة، مصيبة كبيرة ما أقدر أحكيها أستاذ محمد، ما أقدر أحكيها، أكو مواضيع حضرتك. طيب بس سؤالي الأخير، سؤالي الأخير لك سيد كيان، تتوقع يوم الأربعاء يحقق مقتدى الصدر اللي دي يسعى له لو التوافقية تطغى على الموضوع، ولا بد للإطار التنسيقي أنه يكون إلى جزء وحصة مهمة في كعكة العملية السياسية حتى يمرر رئيس الجمهورية؟ أستاذ محمد راح أحكي لك الكلام اللي حبل، يا أجيب خلطة يا صالحة لو صالحة. إذا طلع سيد مقتدى من العملية السياسية العلاقة بخير، كله بخير، وأنا أشكرك وأشكر قناتك. شكرا. شكرا سيد كيان، شكرا جزيلا. أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السيد أبو عراق من الفلوجة فقدنا الاتصال. محمد من بغداد، تفضل يا سيد محمد، حياك الله. الله نحييك أستاذ محمد، شلونك شلون صحتك؟ الله يبارك فيك، كل الهلا يا محمد، تفضل. الله يخليك. طبعا الوضع بالعراق، يعني أنا بسألك سؤال عن العقلاء. أي. يعني هل المصير مصير هذا البلد؟ كتسكين دولة مقتدى الصدر هو يتحكم جلسة أو يعلم عن حكومة أو ما أدري شنو، شو هو مقتدى الصدر، شنو هو دوره، هو شنو رجل دولة، هو رجل سياسة، رجل عدة مقدرات في بلد، هو كرجل دين خليك دينك أنت، اللي هاي الناس الغنم اللي بيتبعوك على شاكلة الغنم، والناس اللي دماغها بها قطن لما تروسها قطن اللي بيتبعوك. انت خليك دينك وهذا الخرافات ما تحكيها لناسك اللي انت تبعوك، انت شنو علاقه بتاسيس دوله؟ جايبين يضحكون على العراقيين، يضحكون على الناس الشرفاء، على الناس الواعين المثقفين العقباء، يضحكون افلام كارتون عبالك عندنا احنا، جايين يوميه يسوون جلسه وما ادري شنو، والله تحالف، والله ما ادري شنو، والله كلها تدور مناصب وتدور مصالح النفس، وعايزين هذا الشعب انتهي. يعني احنا يقودون دولة والله كفر، يعني مقتدى وعادل عامل المجرمين دولة يقودونه،
يعني سيد محمد اليوم لما المواطن العراقي سيد يعني محمد لما المواطن العراقي يشاهد انه هذه الحكومه الانتخابات خلصت من شهر 10 اللي فات 2021 واحنا اليوم داخلين على شهر 4 ما بقى لشيء ويجي شهر 4 والحكومه ما متشكله لعد شنو فائده الانتخابات اذا الموضوع بالنهايه يتجه الى التوافقيه يتجه الى المحاصصه شنو فائدة الانتخابات إذا أنتم بالنهاية تقعدون بيناتكم وتقسمون الأدوار والمناصب وتبيعون وتشترون بالعراقيين وبالدولة العراقية وبمناصب الدولة وتنتهي القضية على اتفاق وعلى مصالحة وعلى محاصصة وعلى هاي نسبتك وهاي نسبتي لعديش صدعتوا رؤوس العراقيين بالانتخابات والدعاية وصرفتوا من أموال الدولة العراقية على هاي الدعايات الفاشلة وبالنهاية تتوافقون حتى تشكلون حكومة. هاي الانتخابات اللي صارت هي شكلية مجرد بس روتين. العاقل والواعي والمثقف ما طلع اصلا انتخب. منو اللي انتخبهم؟ ماكو ناس طلعت انتخبتهم صح؟ ما جو ناس من القمر انتخبتهم. نعم. دول منو اللي انتخبهم؟ دول الجهلة الاميين يعني مع احترامي اللي يعرف يقرا ويكتب. بس نقول دول الاميين اللي ما يعرفون ما يخافون مصيرهم شنو؟ العقلهم واضو اللي مك القنن توجه يقول تعال منا وتعال منا هذا اللي ينفذ ولا تناقش دولة جماعة بيتي وحضرتك تعرف عن شخصك فدولة اللي انتخبوا دولة على متغايات شنو؟ على متغايات في قاعدة دينية أنا بقول لك فيها على متغايات دينية على أساس توقفوا واحنا لازم نبقى لازم نسيطر على الحكم لازم شنو هذا والله مصلح على محمد وانا محمد بس انتقال حاصل هذا الدين وبعد هاي الهوسه وبعد هاي الهوسه والدعايات اللي شارك بالانتخابات ما يتجاوز عددهم 15% من عدد اللي يحق لهم الانتخاب اذا مقاطعه بالجمله مقاطعه بالمعظم من العراقيين لهؤلاء اليوم وبعدهم مصرين ان هم حماة العملية السياسية وحماة الديمقراطية. هو وين شاف العراق بزمنهم عملية سياسية او ديمقراطية؟ وين شاف العراق اصلا دولة في زمنهم؟ اساسا ما هم لا حماة العملية السياسية هم مدمرين العملية السياسية، ما يعرفون شنو السياسة، ما يعرفون شنو الديمقراطية، ما يعرفون شنو إدارة الدولة. هم احزاب مواقيات بيناتهم، فانت اخذت حصتك وانت اخذت حصتك، وهذا الشعب عايشي لا مطوري ولا مثقفي ولا موعي، عايشي كنتي، يعني احنا شريد؟ احنا هذا البلد ما نقبل الا شخصين والله استاذ محمد، يقول بس تقول هذا ده خيال عايش، لو انت من نبي جديد والله يوعي هاي العالم يقول لهم دول مجرمين، هذول قتله، هذول كذا لا الله ينقلب هاي الدنيا على البلد هذا لان تعبنا احنا تعبنا من دور الوجود يعني اللي يفوتك وده يحكمك واحد جاهل وانا اقول ما حد مدمر العراق من 2003 من بعد 2003 من اول انتخابات اللي صارت المراجع اللي نجف دمرت العراق ليش؟ لان المراجع اي سوت نداء قالت اللي ما ينتخب دوله يطب للنار اللي ما ينتخب دوله يطب للجهنم تحرم عليك وانت ما ادري شنو مو مسلم ملحد الناس المتطارعه انتخبتكم وهالسنه هاي النتائج انا اشكرك نعم وصلت الفكره محمد شكرا جزيلا لك كنت معنا من بغداد ويانا ابو عبد الله من اربيل تفضل يا ابو عبد الله حياك الله السلام عليكم استاذ حياك الله السلام ورحمه الله وبركاته كل الهلا يا ابو عبد الله أشكر مشاركين ومستمعين الله يسلمك بحاني خابرت بس والله ما أحكي تفضل البحث قلت شيء أهون من شيء شيء أهون من شيء شنو هو الشيء الأهون شلون أهون خل أقول لك أي. إذا أبو سراء مختار العصر وذاك لا وفياض وما أدري هذا حقيقة وشو بقيت اي اثبات عليهم اثبات انه خص هذا شيخ المجاهدين لشيخ الخائنين مو المجاهدين طيب سلاحه مقادير الجيش العراقي يقول اذا الامام قال سلم يعني هذا مثبته على زين نعم صلح الدعم الوطنيه ليش ما يعرضون هاي ويحاكموه
مو خيانة ظلمة هاي؟ ايش حكى محمد مرسي بس خاب ويقول حرب حرب؟ نعم. حد إثباتات إنه متخابر غيب. طيب. مو صحيح شايتي؟ شنو الشيء؟ هسه ها؟ أنت دا تقول شيء أهون من شيء، شنو الشيء الأهون؟ ما هو الشيء الأهون؟ أي. والله أنا برأيي يعني الصد والصد أهون، وأنا أردهم كلهم كلهم الدماء هذول لا تبقى بس إذا تبقى يعني بس بس حتى سيد ابو عبد الله بس حتى افهمك لين صوتك 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 دا يقطع بس اسمح لي اسمح لي بس على كيف ثواني ارجو منك اولا قبل ان اكمل بس اذا تقدر تغير مكانك شوي لين الصوت دا يقطع ثانيا انت دا تقول بانه او قصدك حسب ما فهمت انه الاهون ذول اللي موجودين المحسوبين على السنه ويا مقتدى الصدر والاكراد التحالف مالتهم اهون من ذاك الطرف ايه شوي ليش؟ طيب احنا ليش احنا ليش اصلا ليش اصلا العراقيين نعم. نحصر نفسنا ما بين هذا التحالف وذاك الطرف ليش من قلة الكفاءات لو من قلة الوطنيين لا لا بالعكس عندنا كفاءات وايد استاذ بس كلهم شردوا اي ماشي ماشي يدعمون يدعمون لعد لعد بس لحظه ابو عبد الله لعد شلون 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 الوطن او المواطن يريد بلده يتحرر والكفاءات تلزم اذا هو عايف الكفاءات بلا دعم بلا ارضيه شعبيه الناس شلون تقول لك اني اقدر ارجع واقدم شيء لبلدي اذا الشعب يعرف ان انا موجود ولكن ماكو دعم احنا اذا صبر استاذ اذا يجوك ثلاثه اربعه يتحاركون وياك اذا تتفاجع وياهم واحد واحد احسن ما تتحارك وياهم ثلاثتهم ما تقدر لهم ثلاثه صح شوف ابو عبد الله انا هاي النظريه يعني مع احترامي لحضرتك انا النظريه ما اؤمن بها لانه الشعوب اسقطت انظمه اشد من هؤلاء اقسى من هؤلاء اكثر ظلما وديكتاتوريه من هؤلاء وازيحت هذه الانظمه على مر التاريخ طبعا احنا ما نتكلم بالعصر الحديث فقط صحيح يعني ذولا يعني ذولا ذولا بعضهم يعني صراحه بعد هاي أصلاً هاي تهديد للكتل كلها كانت. تمام. أبو يعني عبد الله بس سؤال سؤال أريد أسأل حضرتك واني هو سؤال الحلقة اليوم أيضاً هل تعتقد بأن نعم. هاي العملية السياسية حتطلع من إطار التوافقية يعني اليوم الطرف اللي أنت دا تقول عليه هذا الطرف السيء اللي هو جماعة المالكي والعاملي لا لا. أفشلوا اختيار رئيس الجمهورية تتوقع أنه حينجح الصدر وجماعته؟ أنه يشكلون حكومة بعيداً عن هؤلاء بدون توافق؟ لا ما يقدرون يعني إذا هذول يشكلون حكومة بحدهم هذول يقولون شكل حكومة يطلعون عليهم ملفات هم البوكة باقيها سوى إذا واحد اعترف هذول كلها تطيح فيها نعم طب نعم. تفهمني شلون؟ نعم هم هيجي هذاك اليوم شفت الصورة عرضوها للبرلمان اجتمعوا ديره قبل الجلسه البرلمان هذا المحمداوي ما ادري منهم هذا علي فضل الله جايبينهم كل خبير سياسي ما ادري شنو هو كل شيء ما يعرف بس يعرف يدافع عن ايران عن ايران يا اخي محور الشر ايران ايران اهل عظيم كثر بعض مشاكل العراق تخلص هذول الخونة شلون يجون بوصلة وسخة لبوهم يمنا بوصلة وسخة يشيلوا بحسب ما يقولوا بكة ولبهم برا طيب شكرا يا ابو عبد الله من اربيل اشكر حضرتك للمشاركة صحيفة الاندبندنت العربية او اندبندنت بالعربية قالت ان الميليشيات والاحزاب الموالية لايران تواصل تهديدها بالتصعيد ضد محاولات استبعادها عن تشكيلة الحكومة مستخدمة تحذيرات من حرب شيعية وتوترات أمنية في حال حصول سيناريو كهذا أضافت الصحيفة في تقرير لها أن ظهور زعيم ميليشيا حزب الله أبو حسين الحميداوي في الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي مثل رسالة تهديد مباشرة للتحالف الثلاثي وتحديدا للتيار الصدري بأن قوى الإطار لن تتوانى عن استخدام التصعيد المسلح في حال استبعادها مقتدى الصدر اليوم شي يقول بتويتر بعد اللي صار وياه بالبرلمان وفشل اللي كان دا يسعى له هو واللي تحالفه وياه
يقول باسمه تعالى: شكرا لكل من حضر الجلسة حبا بالعراق. ده يضرب اللي ما حضره. يقول شكرا، ذكر طبعا التحالفات اللي منضوية ضمن تحالفه ومتحالفة وياه. التحالفات هي إنقاذ الوطن، امتداد الجيل الجديد، المستقلين. ويقول هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب، وموعدكم بالأربعاء القادم ويا ليلتحقون مجددا لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية، ولن نعود لخلطة العطار. من قال هاي الجملة؟ اشتغلت المنصات الموالية للإطار التنسيقي وناشرين صور حقيقة، وهناك منصة معروفة يعني مقربة من هؤلاء بشكل كبير جدا، تابعة هي للميليشيات، ناشرة صورة لهادي العامري وقيس الخزعلي ونور المالكي ومعهم شخصيات أخرى، وكانهم هم يعني أمامهم منضدة الطعام وهم الشيفات اللي دي يحطون البهارات على الخلطة على الأكل، وكاتبين انتصرت خلطة العطار رغم المغريات. فضرب من الطرفين بشأن هذا الموضوع، وبالمختصر وبعيدا عن هؤلاء، شنو استفادة الشعب العراقي من هؤلاء بشكل عام، وشنو اللي حيحصلوه لو تشكلت حكومة بأي شكل كان، حكومة يقودها مقتدى الصدر مع من معه، وحكومة تشكلت بها الصدر والإطار التنسيقي، شنو اللي حيفرق بالنسبة للشعب العراقي وللدولة العراقية؟ ما الذي تحقق وهم كانوا سوية في تحالفات واحدة في السابق في الحكومات السابقة؟ ايش قدموا للشعب العراقي؟ ما الذي حققوه؟ معنا اتصال السيد ابو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم اخوي استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد احييك وحي القناة الشريفة وحي الاخ كيان من بغداد اللي يحمل الروح الوطنية، وحي كل انسان ولا العراق للعراق هذا ولا الدول الخارجية سواء كان ايران او غيره. اريد الانسان الشريف يكون ولا العراق هذا اللي تربى فيه. بس انا من خلال هذا البرنامج استاذ محمد، انتم تقولون في حكومة نقفل ثلاثة على اي حكومة استاذ محمد الله يخليك، ومن خلال هذا البرنامج اناشد السيد مقتدى اقول له باكر عقبه اكو موت ورايا وراك ورا كل انسان يموت، باكر من تكف امام الله تقف يم ابوك رحمه الله على روحه، شلون تقول له سويت في العراق؟ ما هو كل الدورات الانتخابيه كلها حاط نفسه بيها من 2003 جماعته اللي كان يحطهم بالحكم، شنو اللي خدموا به العراق؟ شنو هو؟ خلي الدنيا يقعد يسوي مناظره يقول جماعتي هذا اللي ضبطهم مناصب خدموا العراق، ما هم فشلوا العراق يا استاذ محمد. سؤال سريع يا ابو عراق، لانه اعتذر منك طبعا الناس هوايد ينتظرون، سؤال سريع وهو سؤال الحلقه اليوم، تعتقد بانه يوم الاربعاء الحكومه راح تتشكل بحسب ما يرغب مقتدى الصدر ويسميها حكومة أغلبية وطنية مثل ما يقول، لو التوافق والمحاصصة حتلعب الدور وتحقق اللي رايده الإطار التنسيقي وتتشكل حكومة وفق التوافق مثل ما كانت في السابق؟ استاذ محمد إذا سمحت لي شوية مجال الله يخليك، أرجوك تختصر تفضل. والله لا مختلف ولا غيره، والله العراق ما تصير إذا مو الشعب يرجع، إذا مو الشعب يصحى، إذا مو الشعب يتوحد، ولا لا مختدى ولا عمار ولا هادي العامري لا سنة ولا شيء حتى ما العراق إذا ما يتوحدون الشعب العراقي يا أستاذ محمد، هذول كلهم سراق، كلهم حرامية، كلهم قتلة، كلهم مجرمين. هذا أكو محاكم دولية تحاكموا كلهم، هم دمروا العراق يا أستاذ محمد. شكراً أبو عراق من الفلوجة، أعتذر منك طبعاً، لدينا متصلين ينتظرون. ليث من ديالة تفضل يا ليث، حياك الله. عليكم شلونك أستاذ؟ أهلاً وسهلاً يا ليث. شلونك حبيبي؟ الله يبارك فيك، تفضل. إن شاء الله عراقكم منورة وربي يحفظها إن شاء الله. الله يبارك فيك. عمري على الشعب العراقي ان شاء الله يطفى، وان شاء الله سيد مقتدى يطفى. نعم، ايش بيه مقتدى ايش يصير له؟ ان شاء الله يفضها. ان شاء الله يصير الامان. شلون يفضها؟ لا
ان شاء الله. اي شلون شلون ان شاء الله بس شلون؟ اي طبعا هاي الدول الحراميه يزيحوا ومدذوب. شلون؟ هم ارجع واسالك شلون؟ يعني احنا دنا نتمنى لو احنا دنا باوع بعيننا ونشغل عقلنا، شلون يا ليث؟ اذا اقول لك اذا ناس تحارب على عيشته، يعني هسه انا قال على باب الله تحارب على عيشتي شنو؟ سيطرات يعني نعم. من هي السيطرات هاي يا ليث؟ من هي السيطرات؟ السيطرات مشكله من منو؟ السيطرات دوله هي. طيب. يجيني كل اذا مو فلوس ما تعبر، تاخذ تعطي مليون مليونين يلا تعبر. راح من وجهك وين شغلنا هذا؟ تمام. يعني السيطرات تيجي من الدول لحد بغداد. سيطرات جيش؟ جيش لو شرطه؟ سيطرات كل. صح ولا يا اخوي؟ حكوميه كل شيء بيها. كل الطيب. اي كل شيء بيها، بيها فوق وبيها كل شيء. بس ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله ابو هاشم ينصرهم ويترفهم ان شاء الله. سؤال سؤال حرامي. سؤال يا ليث سؤال. اليوم مقتدى الصدر ليش ما قدر يشكل الحكومه؟ تحالف مقتدى الصدر. لها ان شاء الله يشكل احنا نقول. لا انا ماشي. طيب هسه بس اريد اسالك. انا اريد اسالك هسه. برايك انت، برايك الشخصي انت، اليوم بدك تباوع وبدك تشوف الاحداث. اليوم ليش ما قدر مقتدى الصدر يشكل الحكومة بخلاف موضوع انه ما حضروا باقي النواب؟ يعني انت برايك ليش عجز اليوم او فشل بتشكيل الحكومة هو والتحالف مالته؟ تشكيل الحكومة صوتك يقطع استاذ. اي فايش اقول لك انا؟ انا اقول لك ايش اخابر؟ اقول لك انا مقطوع من الشارع يعني من اجر حشتغل. أيه. انا طالع على باب الله العشرين هالسيطرات الحراميه كلها سيطرات حراميه. طيب سؤالي الثاني، سؤالي الثاني يا ليث، مقتدى الصدر بالحكومه يعني. مقتدى الصدر بالحكومه من 2005 الى اليوم وكلهم طبعا سويه، يعني المالكي والعامري والحكيم والصدر والحلبوسي وغيره، هاي الاسماء صحيح. كلها الموجوده ذولا كلهم موجودين بالعمليه السياسيه، صار لهم هوايه. العراق ليش ما كان بامان؟ ليش ما كان باستقرار؟ ليش السيطرات بكل مكان؟ ليش؟ هي السيطرات يعني كلها السابعة الروسي الكبار. ماشي ماشي، هم مو موجودين بالحكومة، مقتدى مو موجود بالحكومة، ليش ما حقق لك الأمان؟ لا مو بعد عدم مو بالحكومة عارف. شلون يا ليث؟ شلون؟ أنت وين عايش؟ يا أستاذ. ليث. مو ولا أستاذ. ليث. مقتدى الصدر قال أنا بالحكومة من 2005 من أول حكومة بالعراق إلى آخر حكومة اللي هي مال كاظمي، هو قال بعظمة لسانه بلقاء تلفزيوني. كانت العبادي والنوبي الكاظمي جاء قال عين الشباب والشباب ما تعينت وكل أنا كهدي. طيب ليث ثاني أنا أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا يا ليث من ديالة. تابع حوارات وتصريحات مقتدى الصدر ستجد أنه اعترف هو بعظمة لسانه وقال في لقاء تلفزيوني أنه ماكو حكومة تشكلت بالعراق دون موافقتي، بهذا النص ماكو حكومة تشكلت ولا راح تتشكل دون موافقتي، طبعا راح تتشكل في زمنهم. يقولوا حتى الكاظمي آخر الأشخاص، الكاظمي توافقي، الكاظمي شخص توافقي رضت عليه الأحزاب يلا جابوه، يعني مو مثل ما كذبه وقاله واختيار الشعب. ويانا ناصر من بغداد، تفضل يا ناصر. مرحبا أستاذ محمد. حياك الله كل الهلا. ما طبعا احنا اليوم اللي صار بانه تأجلت احنا متوقعيها اليوم حتى الصبح ساعة بثمانية يصير انه نصاب قانوني. نعم. النصاب القانوني اللي خليته المحكمة هو دعم يعني نعم والسيد رئيس الجمهورية الجديد اللي ما كان برهان صالح ما ينتخبه تقريبا كان السيد صالح في لجنة تحقيقية دولية نعم عن طريق إيران فما أعتقد أنه هذا يستحصل لأن إيران تقبل عليه نعم فإحنا الانتخابات اللي صوت عليها السيد على أساس أنه تأجيل يعني المحكمة الاتحادية خلت هذا النصاب مع الثلث متعمد أي. إحنا اللي ريده من المحكمة الاتحادية أنه يكون الموافقة بالحضور يعني أستاذ محمد تعرف شلون مثلا إن هم يقولون يأخذون مبدأ النص زائد واحد يعني
بالحضور يعني احنا حضرنا 150 76 وافقوا ويمشي القرار. اذا ما يصير القرار بالحضور العراقي يدمر التاج. هذا المحكمه الاتحاديه خليتها طيب سيد ناصر، سيد ناصر اليوم اللي دي يصير داخل البرلمان او اللي دي يصير داخل العمليه السياسيه بالعراق مو كله عباره عن توافق ومحاصصه. اليوم الافشال، افشال العمليه السياسيه، افشال اختيار رئيس الجمهوريه لانه طرف موجود يريد حصه من هذه العمليه ويرفض انه يتم استبعاده، وبالتالي يعني وبالتالي يا اما وياكم يا العب يا اخرب الملعب باختصار شديد. شلون راح تتشكل حكومه وطنيه اذا ذولا يشتغلون بهذا المبدا يعملون وفق هاي السياسه؟ اليوم السيد، اليوم السيد خالد يعني هو وياه حتى ما يدعي عناصر من السنه وياه. اي صدري زي ابيض قيم السنه. طيب نعم يعني هذا يقول انا عندي ميليشيا مهيئه باي لحظه اهيئه. اليوم اتصرف. سؤال الحلقة لك يا ناصر، تتوقع سيد ناصر تتوقع العملية السياسية أو جلسة البرلمان القادمة اللي هي يوم الأربعاء لاختيار رئيس الجمهورية، باعتقادك الشخصي أنت مواطن عراقي أنه ستكون وفق ما يرغب مقتدى الصدر ويسميها حكومة أغلبية وطنية وتحالفه هو اللي يشكل الحكومة، لو التوافقية حتلعب دورها وتفرض نفسها مثل ما كانت موجودة في كل مرحلة من مراحل 2003 وبعدها؟ أستاذ محمد هذا الجواب عليه نهائي توافقية لأن هو نعم أنت صار قال أريد وطنية، هو شلون تتحول وطنية وأنت ضبو جماعتك يعني أنا هسه صرت وطني؟ بعدين السيد ريبر ترى ما ينتخبه أستاذ محمد طبعا. لأن طالب محاسبة الإيران قال أشكل وهذا طيب. شكرا جزيلا يعني سيد ناصر. نعم أنا أشكر حضرتك، أشكرك شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. أبو علي من لندن تفضل يا أبو علي. يا الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. البرلمان وهاي الجلسة اليوم نعم وهذول اللي طبوا بتشوفون أي براء منهم الشعب العراقي الحر احرار العراق متبرين منكم. نعم يعني انا اقول انتم ما تستحون على نفسكم؟ اكو برلمان بالعالم تطبون بتشوفون ومقتدى مقتدى يا عبيد الاصنام يا عبيد الطغاة يا عبيد السلاطين. ما اكو شيء برلمان بالعالم. عمي والله خزي انتم ما عندكم ادري انتم ما عندكم اولاد، ما عندكم نسوان، ما عندكم بنات، ما ما يشوفوكم بالتلفزيونات. انتم شنو من عار؟ انتم خزي وعار على الانسانيه مو بس على العراق، على الانسانيه. وبعدين يطلع لي هذا الخطيه هذا المسكين جماعه تيار الصدري يقول ان شاء الله مقتدى ان شاء الله يمسك الحراميه وان شاء الله يحلل يعني قصده يعني شنو قصده؟ انا اجاوبه يعني اسئله سؤال. انت يعني قصدك مقتدى ان شاء الله يسلم الطيارات الخاصه مالته يسلم التسعين جكسارة؟ لك هو اكبر حرامي مقتدى. هو مقتدى وتيار الصدري وسرايا الاجرام وسرايا الارهاب هم من سرقوا العراق ونهبوا العراق. كم سؤال سريع لك يا ابو علي عندي كم سؤال سريع لك. بموقع تويتر موجود حاليا العراقيين الفرحين المقاطعين للانتخابات طبوا وكتب كثير منهم ها مو حذرناكم مو قلنا لكم مقاطعة الانتخابات هي الحل وحتفضح ذولا وتكشفهم. بدأت بعض العناصر والجهات والصفحات التابعة لهذه الأحزاب بالدخول ومن ضمنها صفحة بتويتر اسمها حركة امتداد وهي المتحدث الإعلامي باسم هذه الحركة في موقع تويتر تنشر كل أخبارها وهي رسمية. شو تقول هاي الحركة اللي مثلها هذا علاء الركابي دخل بتوك توك طلع بجكسار يقول بأنه وشنو الفائدة من قاطعته الانتخابات لو مشاركين بالانتخابات ما كان صار اللي صار اليوم في البرلمان. ذولا معقولة من كل عقلهم يتكلمون أنه الانتخابات في العراق يمكن أن تقرر
منو اللي يحكم؟ معقوله انه ذولا مصدقين انه راي الشعب العراقي وكلمته بزمن هؤلاء وبحكمهم يمكن ان تحدد من الذي يحكم؟ والله هم ما يضحكون بس الا على انفسهم، بابا ما طلعوا للانتخابات بس مجرد ميليشيات مجرمين عصابات وياكم، من طلع للانتخابات؟ شرفاء العراق احرار العراق ما طلعوا هم للانتخابات، طلعوا هالميليشيات جماعه تيار الصدري جماعه مقتدى وجماعه الحكيم والمالكي والخزعلي والعبادي وهذول الميليشيات طلعوا. بابا احنا براء منكم يا برلمان، والله العلي العظيم من 2003 لحد هذا اليوم، هذا البرلمان برلمان عهر ودعاره، برلمان فسق وفساد، ونحن عراق العراقيين براء منكم. بابا انتم مجرمين، قتله ارهابيين دواعش، اخشوا على نفسكم، انتم شنو ما عندكم شرف؟ نعم ماكو شيء عمي، مناصحات قتال بيناتكم، ويوم الاربعاء راح لا راح تتشكل حكومه ولا راح تشك حكومة سؤال توافقية. سؤال نعم نعم هنا أنا بس أنت خلص جاوبت. أنا أشكرك يا أبو علي من لندن، شكرا جزيلا لك. حكومة توافقية. أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة. شكرا شكرا أخي العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا أوجه أي تفضل يا أبو مروة. تصورون انه الشعب العراقي قاعد اليوم كان ينتظر تشي منكم؟ مستحيل، لان هذه فوضى هذه الطريقه، وبنفس هذه الطبقه السياسيه اللي كانت تدير البلد لخمس دورات انتخابيه. يعني معقوله بهذه الطريقه تدار وتبنى به الدول؟ يعني كل هذول اللي فشلوا بداره العراق واللي هم نفسهم اعترفوا بالفشل، يسموه الانسداد السياسي، هو الفشل السياسي. مو انتم اللي فشلتوا العمليه السياسيه، مو احنا. نعم قلب طيب وصوتنا على الدستور، هذا الدستور نعم شرع منا قوانين تتحول الى حياه عمليه للمواطنين اللي يسود بها العداله والحكم الرشيد. لكن من يوم اللي طلع العراقي صوت على هذا الدستور وراحوا الناس البسطاء وانتخبوكم الى اليوم، انتم ما حسبتوا حساب، قلتوا هذا المواطن مو اذا ما اعترفوا بانسانيتكم. الانسان مو الله خلق ودم ولحم وحنان وعواطف. سيد ابو مروه، سيد ابو مروه بس اريد تعليقك علي. اريد تعليقك على هذه الارقام. شنو الارقام؟ مصادر سياسيه تقول مجموع الرواتب اللي تقضاها النواب الجدد، ذولا الجدد من بدايه عمل البرلمان الجديد الى اليوم صار لهم 74 يوم، بس 74 يوم 24 مليار دينار عراقي. كل نائب برلماني تقاضى 17 مليون دينار 17 مليون دينار لمدة 74 يوم، صار لهم 74 يوم إلى الآن دخل لهم 24 مليار دينار عراقي. إيش قدموا للعراقيين حتى يتقاضون هذا المبلغ؟ أخي مو أستاذي مو 74 يوم، أنا ما أحسبها 74 يوم، أنا أحسبها 18 سنة على هالمنوال هذا. مو ما حكمتوا ضمائركم وقلتوا هاي الرواتب هي سحت حرام، والإنسان إذا يتقاضى راتب وأمام هذا الراتب ما قدم شيء، وهذا حق، هذا ما يجوز عليكم. يعني أنا عارف أخي والله العظيم أنا عارف من زمان أنه هذا البرلمان ما ينتج شيء، والله ما يعني عن حلفة الله إذا أرد أقول أقل من حتى لا أنا أقصي أقول أقل من عدد أصابع اليد الموجودين. يعني والله ما عندهم لا حب العراق العلي العظيم، وها قسم مغلظ علي من خلال التجربة السوداء المرة علينا، ما عندهم مصلحة البلد يا أخي. مو 24 ساعة بس ما دا يقولوها، احنا ما نعرف شنو الكعكة يا أخي، احنا مواطنين. أنا مواطن لما أروح أنتخب ولو أنا ما منتخب، لكن كجدلا لما اروح انتخب. نعم سيد ابو مروه، سؤالي الاخير لك وهو سؤال الحلقه اليوم، بس اسمح لي سيد ابو مروه. نعم يوم الاربعاء
تأجلت جلسة البرلمان للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء القادم. تتوقع بأنه يوم الأربعاء باعتقادك الشخصي أنه حتكون توافقية لو حتكون مثل ما يقول الصدر أغلبية وطنية، ما أعرف هي أغلبية منه، المهم اسمها هيجي. ما تقدر تحلل شيء، ليش؟ لأنه الموجودين كلهم دائما يتفاهمون على مغانم. نعم. ما تقدر يعني كلامك معناه توافقيه يا ابو مروه، ما دام يتوافق، ما دام يا اخي بمجرد بمصلحه. نعم. تكون ما تظلم، فماكو ضمان، فالضمان هو فقط الشعب العراقي. نعم. يا شعب العراق، انا مواطن قلبي محروق على بلدي، انا عندي جيل، إلى متى إحنا نظل بهذا الوضع؟ يا شعب العراق أنت مخول من قبل تصنع القرار، يا شعب العراق أطلع وثور ثورة سلمية، قول كلا لهذا الوضع المزري، هذا وضع مزري مو زين. شكرا يا سيد ابو مروه من كربلاء، اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. رسالة من السيد أحمد من مصر نقرأها قبل الختام، يقول: السلام عليكم، بالنسبة لقصف ميليشيا الحوثي دولة الإمارات والسعودية والمسيرات والصواريخ الفلسطينية، الحل: قوات من الجيوش العربية المنظمة تقودها القوات المسلحة المصرية هكذا يرى، لردع ميليشيات إيران في المنطقة بدون أعداء الأمة أمريكا والكيان الصهيوني، المنطقة ستستقر. أحمد من مصر، شكرا جزيلا يا أحمد للمشاركة. وبهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.